السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكابتن حسام. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وأتمنى أن تدعموا القناة عن طريق الضغط على زر الإعجاب والمشاركة بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم المحتوى الجديد أولا بأول، وأرائكم تهمنا في التعليق. أصدقائي الأعزاء في كل مكان، بحييكم، والنهاردة أنا عاوز أقدم لكم فيديو جديد ومختلف خالص. احنا دلوقتي تحت دي شباك صيد، بتجيب سمك البربون وبتجيب انواع سمك تانية كتير، انواع مختلفة ان شاء الله هبعرضها عليكم فيديوهات تانية. واللي انتوا شايفينه ده صنار او الهوكس، بنشتغل بالصنار ده على السمك المرجان او السنغريدة او اللي هو الوار او قار الحجر، او في انواع للوار، 3 أو 4 أنواع للوار موجودين بنشتغل عليهم. واحنا دلوقتي ساعة الغروب، يعني الشمس لسه نازلة اهي، واحنا في جزيرة الجفضة. مش ده ان انا اقول يعني طريقة الشغل بتاعتنا، احنا بنشتغل الهوك ده، بين كل هوك والتاني بيبقى تقريبا 10 متر تقريبا بين كل هوك والتاني، وكل واحد في ده في 120 هوك. وبنرمي الهوك اللي احنا بنطعم الطعم الكبير ده مقاس كبير، بنرميه على السمك اسمه الوار زي ما قلتلكوا قبل كده، او يعني بيبقى في الميه القليلة وبيجيب منه اللي هي اللي بيجيب كتير سمكة الشقة، او اللي هي الشقة او ثعبان البحر، وده نوع ناعم شوية. بنرميه على المرجان بين المسافة والتانية، كل صنارة والتانية بيبقى برضو 7 متر، وده بيترمى في الأعماق في عمق تقريبا بيترمى في 60 متر لحد 150 متر الصنار ده، والصنار ده بيترمى في 30 متر في 40 متر في 50 متر. وبنرمي طبعا بنرمي في طرف الشمندورة، وبنرمي حبل اللي هو الحبل ده في طرف الشمندورة اللي هي الشمندورة اللي هي جيركن أو حاجة إن هي تعوم، وفي الطرف ده بنطوله وبنرميه. وبعد كده بنربط في الطرف حجرة من دي، الحجرة طبعا من دي حجارة من اللي هي دي تقيلة، وبنرمي نطوله وبنمشي في الأماكن اللي هي فيها الحجارة على الحجارة. طبعا لما بنطول الأول الكلمة وبعدين في الطرف الأخير بنطول الحجرة، بنربط الطرف ده مع طرف الشعر، وبعد كده بنطول الغزل، وبنطول الغزل طبعا في البحر واحدة واحدة، بيروح طبعا ما بيترماش مره واحده كده، بتروح كل واحده لوحدها، كل مسافه بين كل صناره والتانيه تقريبا 10 متر، وده تقريبا 7 متر بين كل صناره والتانيه على المكان اللي هو فيه السمك، وبنلمه الصبح واللي ربنا بيرزقنا به. بس طبعا عشان ده صنار مرجان ومطعوم سردين، فاحنا بنلمه الصبح، بنرميه الساعه 3 الفجر، وبنرجع تاني نلمه الصبح الساعه 7 واللي ربنا يرزقنا به. في نوع تاني من الطعم اسمه غبة، هبقى اوريه لكم مرة تانية. الغبة دياتي بتبقى خشنة شوية وبتستحمل، والغبة دياتي بتستحمل فبتبقى جامدة شوية، فاحنا بنرميها من بالليل وبنلمها الصبح. زي ما انتم شايفين الطباعة كده جميلة جدا جدا جدا. اتمنى ان انتم استمتعوا بالفيديو بكل فيديوهاتنا. انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الجزيرة دياتي، وازاي احنا بنعدل الجزيره دي، لان المسافه طويله من مكان اللين فيه، في مكان حته اسمها اي غليني برضو في كريت، تعتبر في شمال جزيره كريت، والمسافه بصراحه يعني طويله علينا شويه. تقريبا احنا بناخدها في 4 ساعات ونص او 5 ساعات لو هنقطع البحر على طول، لكن في اغلبيه الاوقات البحر بيبقى وحش، فاحنا بناخد المسافه بنمشي بمحاذاة الساحل للجزيرة كريت لحد ما بنبقى قصد جزيرة الجفضة اللي هي دي تعتبر اخر نقطة في الحدود اليونانية من ناحية الشمال ناحية ليبيا. احنا هنا وبيننا وبين ليبيا بالظبط 140 من 140 ل 150 ميل، يعني ما يعادل 300 كيلو متر بالظبط المسافة من هنا. والجزيره الثانيه اللي انتم شايفينها في اللوش دي اسمها جفض بولا، دي تبع للجزيره اللي احنا فيها، والساحل اللي ورا الجبال العاليه دياتي دي ذات نفسها جزيره كريت. المسافه اصدقائي واللي لسه متابعينا ومتابعين الفيديو،
طبعا قلت لكم ان انا اصور لكم على طريقه الصيد وصورت لكم فعلا السونار والطعم وكل حاجه. والسمك اللي انتم شايفينه ده اللي هو طبعا المرجان، طبعا كلكم عارفينه. وطبعا السمكه دي اسمها سالوفاردو، او يعني السمكه دي بتطلع من صغيره لحد بتبقى توصل 3 4 كيلو بكتير. وسمك المرجان ده بيوصل في انواع منه، ده المرجان البلدي بيوصل ل 7 8 كيلو، يعني ممكن مثلا 10 كيلو. في مرجان تاني اللي هو ابو صنم، بيبقى له هنا في هنا على جبينه كده بيبقى حته عاليه شويه، ده بيوصل ل 25 كيلو. السمكه دي اسمها خانو، والسمكه زي ما قلت لكم اسمها ده سالوفاردو، او في حته تانيه بيسموها البوتيكو، في حته تانيه بيسموها حمير، في حته تانيه كل حته لها مسميات زي جميع الاسماك. طبعا احنا جبنا كده نص السمار بتاعنا، لسه جبنا الحاجه اللي احنا جبناها، جبنا طبعا اللي انتوا شايفينه ده، ديت الاول، ديت طبعا الزمنره او الشاه بتاعت الحجارة، ودي جميلة جدا ولذيذة جدا في المقلي وفي الشوربة. في ناس بتسلخها، بس انا عملتها شوربة من غير ما تتسلخ، وعملتها طبعا مقلية جميلة جدا. وده اللي هو المجري او اللي هو بتاع الغرق قوي، اللي هو الحنشان الابيض ده. طبعا انا بحط الشقة ديت في البرميل ده، لان لو هي حيه وعضت اسنانها حاميه جدا. ده اللي هو الحنشان، بيوصل لاحجام كبيره، جبت منه لحد 65 كيلو الحنشان ده، وطبعا برضه جميل جدا. وبكده اكون جيت معاكم لنهايه الحلقه، اتمنى ان تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقه ده وبالفيديو الجميل ده، واتمنى ان انتم تشيروه وتكتبوا تعليقاتكم وتكتبوا لي رايكم تحت، واتمنى دايما ان تكونوا مبسوطين، ودايما ان شاء الله اكون متواصل معاكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.